يلا اطلعوا العبوا. قتلوها عيال صفية، قتلوها. الست ما كانتش هتشهد زور، وماتت قبل ميعاد الجلسة بيومين. يعني المسألة مش صدفة. شفتي ياما؟ اتأكدتي إن الست دي ما كانتش هتاكل حقنا وما كانتش هتشهد زور؟ فضلوا يضغطوا عليها ولما رفضت قتلوها. لا حول الله يا رب. عيل يقتل أمه؟ هو إيه ده؟ أمه اللي تعبت وسهرت عشانه، اللي طول الليل بتساح على حزنه على فرحه، يقتلها؟ دول إيه دول؟ دول مش بني آدمين، دول مجرمين. إحنا مش لازم نسيبهم. عندك حق يا أمه، مش لازم نسيبهم. أنا هوديهم في 60 دهب. أنا هبلغ عنهم وهقول هم اللي عملوا كده، وهقلب عليهم الدنيا كلها، وهطلب استخراج الجثة وتشريحها لتحديد سبب الوفاة. انت محموق قوي كده عشان ترجع حق مرات عمك اللي ماتت بالطريقه دي، ولا عشان عيالها ما ياخدوش الفلوس؟ عشان الاثنين. ما يبقوش قتلوا امهم وياخدوا فلوسنا كمان. هي فلوسنا يا ابن الكلب. يا لهوي. الألم ده كان لازم يديهولك من زمان عشان افوقك من اللي انت فيه. لكن انا غلطت لما نخيت ومشيت ورا كلامك انت وامك. كان لازم اقول لا. الورقه دي كان لازم تتقطع تتحرق. لو ثبت الولاد صفيه هم فعلا اللي قتلوها، هتبقى انت شايل ذنب زيك زيهم بالظبط. وانت يا دريه وانا كلنا هنبقى شايلين نفس الذنب. لو كنت جيت لك ايهاب من كام يوم وقلت لك ان انا هروح اتنازل عن القضيه، كنت ساعتها ممكن تتمنى موتي؟ مش كان ممكن الشيطان يوسوس لك في لحظه عمى ويقول لك اقتله؟ اقتل الراجل العجوز ده، الراجل اللي مش عايز ناخد حقي، الراجل اللي عاش حياته مش عايز يعيش حياتي. كان ممكن ساعتها تفكر تقتلني يا إيهاب. كان ممكن تقتلني يا إيهاب. عارف ليه؟ لأنك ما تفرقش عن ولاد عمك حاجة. الفلوس بالنسبة لكم أهم من أي حد. صح الله حصل. لكن وعزة وجلال الله وحق الأذان ده وحق صيام اللي صمته السنة دي وسنين عمري كلها، لو سمعتك في يوم من الأيام جبت سيرة الأرض دي أو فلوس على لسانك لن تبني ولا أعرفك. الفلوس دي ملعونة ملعونة. يلا يا حبايب. أنا عايز أفهم الأكل ماله دلوقتي ومال الحزن؟ انتوا مساهمين كده ليه؟ يعني هي قطعت بيكوا لوحدكوا؟ ما هي كمان قطعت بيا معاكوا. أنا اللي كنت عايشة، أنا اللي كنت قاعدة معاها، أنا الوحيدة اللي شاهدة على محبتكوا في قلبها. لما سبتينا يا داليا ومشيتي حبيتي هاني وصممتي تتجوزي، كلنا كنا حاسين اننا مكسوفين حتى نوري وشنا للناس في الشارع. عارفة انا حرمت على نفسي حتى انزل اشتري الخضار، لان وانا ماشية كنت بحس ان كل الناس بتبص في وشي وعايزين يقولوا لي ان اختك هربانه
اختك حطت وشكوا في التراب. لكن ماما قالت لي لا، قالوا الحرة عملت ايه؟ قالت اتجوزت واختكوا اتجوزت على سنة الله ورسوله. كانت دايما تقول لي خليكوا حنينين عليها وخدوها في حضنكوا، دي غلبانة ويتيمة. وانت يا حبيبي كانت دايما تقولي لما بحضنه بحس ان الحزن بيخرب من قلبي. كان دايما قلبها عليك وعلى تقى وعلى ولادك، كانت شايله همك دايما. عارف يا عمر كانت دايما تقولي الواد عمر ده لو حزن الدنيا ركبني وشفته بحس ان مفيش حاجة، ولو عيانة بحس اني خفيت. ليك حق يا حبيبي تحزن حبيبتي يا بابا، وانتي وفاء يما كمان مد ايده عليكي. قالت له اللي مرضهوش على بناتي مرضهوش على بنات الناس. بهدلته عشانك وصممت ان انتوا ترجعوا. قالت لي يمكن البيت ده يتهد طول ما انا عايشه. ما كانتش بتنام، كانتش حتى بشكو. يا بابا كانت دايما حزينه عليكي، كانت دايما تقولي البت حنانتي حظها قليل بختها شويه ما بتلحقش تفرح. كانت بتشتغل لك الديكور كروشيه، كان نفسها تفرح بخلفتك. انت كبير كمال، انت راجلنا، احنا ملناش غيرك. عارف يا كمال لما كنت تغيب عليها كانت دايما تدعي لك، كانت تقول ما هيعمل ايه، بيعمل لاولاده، ادعي لها بالرحمه انت طيب، ادعي لها بالرحمه. يا ماما يوسف، ماما ماتت يوسف، ماما ماتت. ماما كانت بتحب صوتك قوي يوسف، عشان خاطري يبقى اقرا لها قران. اقرا لها قران، هي كانت بتحب صوتك قوي يا يوسف. عارف يا حاج خالد اوعى تفتكر ان هي ما كانتش بتحبك، هي بس كانت عايزاك تبقى عادل معايا وتحس بيا. كنت صعبانة عليها 15 سنة، مفيش مرة فكرت فيها تبات معايا، تبات في حضني. كانت حاسة اني مظلومة، بس انا كنت والله عمري ما بشتكي منك. كانت دايما تقولي خليكي تحت رجلين جوزك هيعملك ايدك فوق راسه. ماما ماتت، ماما ماتت، ماما ماتت.
ماما ماتت، ماما ماتت. بس يا حاجة منيرة، بس ارحمك يا حاجة صفية، رحمة الله عليك يا رب. الوحيدة اللي كانت بتحنن قلبك عليه، فاكرة منيرة احنا في الحج احلى مرة حج فيها في حياتي، كنت تقولي تعبانة يا خالد، لا خلاص يا حاجة هانت، لكن لما كانت في وقفة عرفات بتقطعيني كنت حاسس انها تدعيني من قلبها، ساعتها بس حسيت ان ربنا راضي عليا. فجأة كده تتخطف مننا، اللهم الاعتراض، اللهم الاعتراض. حبك يا حاجة صغيرة، احنا مش يا رب، احنا مش معترضين يا رب. بكرة الساعة 9 في المحكمة، يا ريت ما تتأخروش، يا ريت ما تتأخروش. حاجة صغيرة يرحمك يا ماما، أمنوا معايا في الدعاء. روحي يا مالك. كفاية قوي يا إيهاب، نرجع بيتنا بقى، كفاية يا جاري، إحنا كويسين قوي قوي. أبويا كان بيتكلم صح يا فاطمة، كان ممكن اكون حد منهم واعمل زيهم واقتل امي، ليه لا؟ انا شبههم وهم شبهي، لا انا المتعلم ولا هم الجهله، ولا انا المتربي هم ولاد الشوارع، ممكن نكون مختلفين، لكن الشيطان واحد يا فاطمه، عنده الف طريقه يعمي بيها اي حد. انا عمري يا فاطمه ما تخيلت ان العمى يكون للدرجه دي. يلا فاطمة، يلا نرجع لحياتنا ونعيش. حقك عليا يا فاطمة. حبيبتي اللي موقفك كده؟ ده انا كنت فاكرك هتباتي مع اخواتك. تعالي يلا نطلع على فوق، يلا 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 تاني يلا. Thank you.
إنا لله وإنا إليه راجعون. صدفة عجيبة قوي، أول امبارح. أمر الله معاليك، أمر الله. أكيد سيادتك اطلعت طبعا الشهادات اللي قدمناها لحضرتك الفترة الماضية، وعرفت قد إيه إن حالة الحاجة كانت صعبة قوي رحمة الله عليها. في حد من ولاد الحاجة موجود في القاعة؟ بعضهم موجود ساعتك. في حد منكو عايز يقول حاجة بخصوص شهادة المرحومة؟ معلش يا ريت يعني زي ساعتك تقدر الحالة اللي هم فيها نتيجة صدمتهم في وفاة الوالدة الله يرحمها. تمام. موكلك عنده أي حاجة تثبت ملكيته للأرض محل النزاع غير الورقة اللي المرحومة كانت شاهدة عليها؟ لا يا سيادة الرئيس. لو سمحت يا سيادة القاضي. في إيه؟ أنت مين؟ أنا يوسف إبراهيم المندوب من الست صفية اللي كان المفروض تيجي وتشهد النهاردة. أنا عندي معلومات مهمة جدا بخصوص قضية الأرض وبخصوص قضية موت أمي. هتقول إيه يا يوسف؟ هتقول إن إخواتك قتلوني؟ هتودي إخواتك بكلمة منك لحبل المشنقة؟ بس يا حبيبي دول ما كانوش في وعيهم، ما كانوش شايفين. تعرف دلوقتي أنا متأكدة إن كل واحد فيهم بيتقطع من جواه عشان اللي عمله، يتمنى يقدر يرجع الزمن عشان يمنع اللي حصل ده. افرض إنك قلت يا يوسف، هتعرف تعيش بعد كده؟ ولا هيبقى جواك إحساس بالذنب زيهم بالظبط عشان قتلت إخواتك؟ ده إحساس وحش قوي قوي يا ابني. طب افرض إن أنت قلت، فكرت في منيرة أختك الغلبانة اللي لا يمكن تصدق إن في حاجة زي دي ممكن تحصل في الدنيا، فكرت ممكن يحصل لها إيه؟ بلاش يا يوسف، بلاش تعمل ده بإيديك أنت. سيبهم ياخدوا الفلوس وسيبهم لنفسهم، بس ابقى ادعي لهم بالرحمة، أصلهم هيحتاجوها قوي، هيحتاجوها يا يوسف. ربنا يكون في عونهم. في ايه يا ابني؟ عايز تقول ايه؟ انا اسف، مش عايز اقول حاجه، مش عايز اقول اي حاجه. ازيك يا كريم؟ ازيك يا مستر؟ ماما هنا حبيبي؟ ثواني ده، اتفضل. 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 لبنى؟ 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 كسبنا القضية. كسبنا القضية. المحامي بيقول إن بعد العيد هيبقى عيد فلوس الأرض هتبقى معانا كلها. يعني أنا بعد العيد هيبقى معايا 58 مليون جنيه. مستر كمال، هو في إيه؟ قتلت أمي. أنت
قتلتها عشان ما تروحش تشهد في المحكمة واحنا نكسب القضية. عشان ادي هشام فلوس ال عشان بحبك قوي شيك بقى 20 مليون جنيه. انا معايا دفتر الشيكات اهو. لا اهو بابا اسمه ايه يا حبيبي؟ انا عارف اسمه انت اسمك كريم هشام محمد الطبي لحامله هشام محمد الطبي. ودي توقيعي بنك المعتمد اهو. تاريخ اخر يوم العيد هيبقى اهو خدي الشيك عشان تدي لي هشام. خدي منه كل حاجه. عشان ما بقاش قتلت امي على الفاضي. تأكدي انه كل حاجه خدتيها منه. خدي الشيك. امسكي عشان نخلص منه. عشان ابقى قتلتها بتمن. مع السلامه يا حبيبتي. يلا مع السلامه. بيتكلم كده ليه؟ وهو يعرف بابا منين اصلا؟ وايه الشيك ده؟ انت ما بترديش ليه؟ وشوتك تمام تمام اوكي صد رد. هيسلمك هيكلر 9 مني، غير كده ما تستلمش. تمام يا ريس. خير يا لولو. انت صحيح لو كمان ما ادالكش ال 20 مليون جنيه اللي انت طالبه هتنفذ التهديد اللي انت بتهدده لنا؟ وايه اللي هيخليه ما يدينيش الفلوس؟ اللي اعرفه انه كسب القضيه النهارده. وبعدين انا المفروض اروح اعزيه. اعرفي منه مكان العزا فين؟ خليني اروح اعمل الواجب. كنت هتنزل لي الفيديوهات على المواقع دي يا هشام؟
يعني اعمل ايه بس؟ هو انت متخيل ان انا مبسوط يعني؟ هو انت متخيله لما اشوفك نايمه مع راجل تاني غيري ده هيبقى سهل عليا؟ انا كنت بتقطع من جوايا وانا بتفرج على اللي اتصور. اعمل ايه؟ غصب عني، انتوا اللي اضطرتوني اعمل كده. لبنى احيانا الدنيا بتضطر الواحد يعمل حاجات قذره ما تخطرش على باله هو نفسه. حتى اسالي ابو كمال، هو اكتر واحد هيفهمني. ابو كمال كتب الشيك، بس ايه اللي يضمن لنا انك انت مش هتبتزنا بنسخ تانية للفيديوهات اللي اتصورت دي عشان تطلب فلوس اكتر؟ ايه ال للاسف مفيش اي ضمانات، وانا كلمتي لوحدها مش كفايه. لا كفايه كفايه قوي، وبتاكد ان مفيش صفر ناقص. فاكر المسدس ده؟ فاكره؟ اللي كنت فاكره ضايع، مكانش ضايع، أنا خبيته. عارف ليه؟ عشان كان نفسي أقتلك من زمان، كان نفسي أقتلك أول ما عرفت إنك قواد ووسخ. تعرف لما البوليس هيجي هيقولوا إيه؟ اسمعوا ده، اصل انا مش هاخد اعدام في واحد ناجي زيك. كريم، كريم ابني هربيه واخليه راجل، طول ما هو بعيد عنك يبقى راجل. انا هربيه واخليه راجل. انت بقى 60 داهية، 60 يوسف. ازيك يا مرات عمي؟ ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا مروه؟ الحمد لله. انا عاوز اشوف عمي. اتفضل. شد حيلك يا يوسف، البركة فيك يا ابني. اتفضل. عامل ايه يا يوسف؟ الحمد لله. الحمد لله يا عمي. أنا جاي لحضرتك النهارده عشان أقول لك إني أنا مش عاوز ولا مليم من الفلوس دي. خلي نصيبي كله عندك يا عمي. لا يا يوسف، أنا حد الله ما بيني وما بين أي مليم من الفلوس دي
لا يا عم انا مش قصدي كده، انا قصدي خليه عندك وتصرف انت فيه زي ما انا بفكر. انا نفسي اعمل اي حاجه لامي، اعمل لها مستشفى، ملجا، او حتى جمعيه خيريه، اي حاجه تبقى باسمها، تبقى صدقه جاريه عليها عشان على الاقل ما تبقاش ماتت ببلاش، ما تبقاش عملت كل ده عشان انا واخواتي وانا ما عملناش اي حاجه. ايوه يا ابني بس. ما بسش يا بابا، احنا نقدر نعمل كده، ولو مش عارفين نعمل كده ازاي هنسال ونعرف. ان شاء الله ما يكونش في حياتنا غير المشروع ده. اطمن يا يوسف. اخواتك عاملين ايه يا يوسف؟ ساعة ما نزلت من البيت وانا عارف انهم هيقتلوها ما قتلتهاش، سكت، سبتهم يقتلوها ونزلت وسكت. قتلتها زي يوم بالظبط. لا بس هناخد الفلوس كلها، وساعتها بقى ممكن نعمل كل اللي احنا عاوزينه، نسافر ونهاجر، وهجيب لك كل اللي انت عايزاه، اللي انت حلمي بيه اجيبه لك. طب هننسى ازاي؟ ازاي؟ طب هربي ولادي ازاي؟ عارفة أنا بكرهه، بكرهه. عارفة ليه؟ عشان دول لما يكبروا هيقتلوا، عشان قتلت أمي يبقى لازم يقتلوني. يا هيقتلوني يا هيقتلوكي، لازم واحد فينا، مش هيسيبونا في حالنا بقى، هيقتلونا. أنا بكرهه، بكرهه. نفسي أبقى زي كده. والله العظيم نفسي ابقى زيك، نفسي ما اشوفش ولا اسمع ولا احس، نفسي ما اكونش موجود اصلا. بس ازاي ما اكونش موجود؟ جاي اوسخ بكتير، اوسخ بكتير. عارفة كلنا خوفنا وموتنا في جلدنا لما يوسف دخل على القاضي وكان هيقول اللي شاكك فيه، بس انا قلت له قول، قول يا يوسف، قول يا يوسف، ريحني، خليني ارتاح يا يوسف واخد جزائي. قول. بس هو ما قالش يا دوب.
طب ربنا ما خدناش منه؟ ما خدناش منه ازاي؟ ده شافنا، شافنا يا توم. شافني خلاص. هنروح فين بقى؟ طالما هو شافنا هنروح فين؟ هنروح فين يا توم؟ انتي كويسة؟ الحمد لله. بقى لله يا حبيبتي. أنا عارف إن الخبر الحلو بتاع الفلوس جه في أوحى الظرف. والله مش عارف أفرح ولا أزعل ولا. ربنا يكون في عونك. تيجي اوديك الشقة تتفرج عليها؟ شقة؟ من يوم ما اشتريتها انت ما شفتهاش. ايوه بس يعني احنا في ايه وانت في ايه؟ انا عايزة اغير جو، عايزة امشي، عايزة اخرج، عايزة انسى. صلى على النبي، صلى على النبي.